السلام عليكم، أخوكم من الجزائر، جريدة القبص، إصدار 23 أكتوبر 2023، الكويت. بأوامر سامية من الأمير وبتوجيهات مباشرة من ولي العهد، جسر جوي كويتي لإغاثة غزة. حمد السلامة، في إطار الفزعة الإنسانية والموقف الراسخ تجاه الأشقاء في فلسطين، أعلن وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله أمس الأحد انطلاق عملية إغاثية كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بدأ من اليوم الاثنين. وقال العبد الله إن هذه المبادرة تأتي نصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة واستجابة لنداءاتهم، وبأوامر سامية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتعليمات من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وأضاف أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتخفيفا لما يتعرض له من آثار عدوان الاحتلال الصهيوني الغاشم.